في زحمة التصريحات والمعارك الوطنية على خلفية اقتراح قانون العفو وقبل سقوط الجلسة، مر نواب الأمة على اقتراح قانون فرض الكابيتال كنترول المقدم من النائبين ياسين جابر وسيمو أبي رميم. أبرز الاستثناءات في قانون فرض قيود على التحويلات المالية هي نفقات المعيشة والطبابة والاستشفاء والتعليم والإيجار وإيفاء قروض الناشئة قبل إقرار القانون، تسديد ضرائب أو رسوم أو إلزامات مالية لسلطات أجنبية، وشراء مواد ومنتجات صناعية أو تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية. أول شروط هذه الاستثناءات هو تقديم مستندات ثبوتية وموثقة ووافية، ويترك أمر تحديد المستندات اللازمة وسقف النفقات لمجلس الوزراء. والشرط الثاني ألا تتجاوز التحويلات مبلغ 50,000 دولار أو ما يوازيه بعملات أخرى. تركت المصارف تتصرف على سجيتها، تستنسب، تميز، وبالتالي طبيعي أن تكون عم تمانع بعد ما تركتها الدولة تعمل يلي بدها، أنه يكون في أي قيود إلزامية عليها من أي نوع. ولكن كمان ما ننسى أنه الرؤية الوطنية على صعيد المؤسسات سواء مصرف لبنان أو الحكومة بعدها غير موحدة، غير واضحة، وبالتالي مش معروف طريقة يلي عم يخططوا لحتى يوصلوا لإصلاحات مالية ونقدية لتعيد الاستقرار الاقتصاد اللبناني. وبالتالي هيدا كمان سبب إضافي بخلي يكون في تعارض كبير على الأولويات وعلى تحديد إمكانية الاستيراد من الخارج وإلى آخره. وفي حين تفرض المصارف قيودا من تلقاء نفسها من دون أي حاجة إلى أي قانون، بدا وكأن القانون المقترح بحد ذاته الذي أحيل بدوره إلى اللجان استعراض لا أكثر. للأسف يلي صار، المشرع استقال من دوره وكان معجوق كتير بالعفو العام، وترك الأمور باستنساب المصارف تحول يلي بدها وتخلي يلي بدها، مما أدى إلى إخراج المليارات بطريقة تمييزية لصالح بعض المودعين أو لصالح أصحاب المصارف أو ربما بعض المسؤولين السياسيين. بعد 7 أشهر عم تجي كتلتين كبار تيقدموا من خلال نائبين اقتراح مكرر معجل غير مبني على أرقام، غير مبني على الأولويات المحددة أنه هي ضرورية، وبالتالي كان من البين أنه هيدا الاقتراح هو استعراض دعائي من دون أي ارتباط بالواقع. يوم الخميس نقل اقتراح القانون مرة ثانية إلى حصن اللجان النيابية، وفي موازاة ذلك تستمر المصارف في التحصن خلف صفائح مشيدة. أنا شمس الدين، قناة الجديد.